استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني في السودان، أصدر الرئيس عمر البشير قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، خطوة تأتي حسب نص القرار تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، والإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني. قرار رئاسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان. القرار حسب وزير الدولة بالرئاسة السودانية حاتم حسن بخيت ستقوم الجهات المختصة بتنفيذه بشكل فوري. وبحسب الرئاسة السودانية فإن القرار جاء استجابة لمناشدة أطلقتها أحزاب وقوى الحوار الوطني. وتقول الرئاسة إن هذه الخطوة هدفها تعزيز روح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي. كما يهدف القرار الذي أصدره الرئيس عمر البشير إلى إنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني وفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة. قرار إطلاق المعتقلين السياسيين قد سبقه أيضا قرار آخر للبشير نهاية الشهر الماضي بتمديد وقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات لثلاثة أشهر أخرى، خطوات إيجابية تأتي في ضوء التحضيرات الجارية للبدء في إعداد دستور دائم في ضوء دعوة الرئيس السوداني جميع القوى السياسية للمشاركة فيها. دستور نصت وثيقة الحوار الوطني في أكتوبر عام 2016 على ضرورة إعداده ليكون بديلا عن الدستور الحالي الذي تم إقراره عام 2005 بموجب اتفاقية السلام الشامل. معنا الآن من الخرطوم القيادي في حزب المؤتمر الوطني الدكتور ربيع عبد العاطي. مساء الخير دكتور عبد العاطي، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها رسميا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لا ندري تماما العدد الذي يعني نتحدث عنه هنا، ولكن بغض النظر عن العدد هذه خطوة يراها البعض في الاتجاه الصحيح، ولكن البعض الآخر يقول أنها جيدة ولكنها غير كافية. الظروف التي أدت إلى اعتقال هؤلاء ما زالت موجودة ويجب تغيير الظروف وليس فقط إطلاق سراح هؤلاء. هل ستكون هناك خطوات أخرى تتبع هذه الخطوة برأيك؟ نعم، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين هو في حد ذاته أنا أعتبر عبارة عن بادرة، وهي بادرة تتيح للحكومة أن تمضي قدما في اللحمة الوطنية وفي تعزيز هذه الوحدة الوطنية. وبالتالي أنا أعتقد بأنها كانت قرارات على مستوى لاقى يعني رضا جماهيري على أوسع نطاق في السودان. وبالتالي أنا لا أقلل من الأثر الإيجابي لهذا القرار الذي تم، ذلك لأن جميع المعتقلين السياسيين سواء كان أولئك الذين اعتقلوا إبان الاحتياجات الأخيرة أو أن هؤلاء قد اعتقلوا لأسباب سياسية أخرى كانت قد قضت باعتقالهم لأنهم قد قاموا بأفعال ضد قانون الأمن والمخابرات الوطني. لذلك أنا أقول بأن الساحة السياسية الآن أصبحت ساحة معافاة تماما على الأقل لعمر الفترة الرئاسية المتبقية حتى العام 2020، والمشاركة الواسعة لإعداد الدستور الدائم للبلاد بديلا لهذا الدستور الانتقالي الذي تم إعداده وتصميمه في العام 2005 بعد توقيع اتفاق السلام الشامل. ولكن حتى نقول أن الساحة السياسية باتت معافاة تماما دكتور ربيع، يعني يجب على القوى السياسية كافة أو معظمها على الأقل أن تشارك في هذه المسيرة، مسيرة الحوار الوطني. في الماضي كان هناك مقاطعة من قبل الكثير من التيارات المعارضة، ما الذي يجعل هذه التيارات الآن تنخرط في هذا المشروع؟ نعم، يعني واضح جدا بأن يعني إذا أرادت القوى السياسية أن تشارك فلا أجد بأن هناك أي معيقات تمنع هذه القوى أن تشارك، خاصة إذا كانت الأمور تسير في اتجاه قبول الرأي والرأي الآخر، المساهمة في تنمية الوطن وحل الأزمات التي تحيق بهذا الوطن سواء كانت أزمات داخلية أو أزمات خارجية. وكذلك الجانب الخاص بأن يعني ما دام هناك حريات للعمل السياسي وأن هناك ترخيص للأحزاب السياسية بأن تعمل
وأن تتنافس في الانتخابات القادمة في العام 2020، وأن تعبر سياسيا في صحافتها وفي دورها السياسية. فأنا لا أجد بأن إذا كانت هناك معارضة وطنية بالفعل لا يمكن لها أن تقتنص وأن تهتبل هذه الفرصة، خاصة إذا كانت بالفعل هي تستهدف التداول السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي، لأن هذه الأجواء هي أجواء بالفعل تدعو وتقود نحو تحول ديمقراطي حقيقي. هناك مطالبات دكتور عبد العاطي يعني من قبل بعض التيارات المعارضة بتخفيف الإجراءات، ما تسمى بالإجراءات القمعية، إجراءات المتشددة فيما يتعلق بقوانين الصحافة وكل هذه الأمور، ويعني السماح للناس بالعمل بحرية أكبر من الفترة الماضية. هل هناك توجه اليوم لدى الحكومة بتخفيف هذه القيود التي يعني أدت في نهاية المطاف إلى هذه الاضطرابات وإلى هذا العدد من المعتقلين؟ لا أستطيع القول بأنه أصلا لا توجد قيود تمنع العمل السياسي، بدلالة أن الصحافة حرة، يعني الصحافة التي تصدر يوميا تعبر عن كافة الآراء للأحزاب السياسية. دور الأحزاب السياسية هي كذلك دور مفتوحة لكي تعقد هذه الأحزاب السياسية ندواتها واجتماعاتها ومؤتمراتها وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أن يعني الأمر الآن ليس فيه تضييق أبدا على الحريات، وإنما يعني قد تكون هناك تباينات أو تنوع في الرأي، وهذا هو المطلوب، أن يكون هناك تنوع في الرأي وأن يكون الرأي هو الذي يكمل الرأي الآخر. لذلك أنا أقول إذا كانت هذه الأحزاب السياسية بالفعل تعمل من أجل الوطن، فبالتأكيد أن الأجواء الآن أجواء الحرية والأجواء التي أسفرت عن الحوار الوطني بعد تلك الوثيقة الوطنية التي تم إعدادها والمخرجات التي تجاوزت أكثر من 1000 توصية، كلها قمينة وكلها يمكن أن تقود إلى تحول حقيقي للديمقراطية، وتحول حقيقي يتيح التداول السلمي للسلطة ويتيح أكبر فرصة لممارسة الحريات والتعبير الحر. لذلك لا أجد بأن هناك أي نية للتضييق، إلا إذا كانت هناك نوايا لإلغاء قانون الأمن الوطني الذي هو عبارة عن قانون للدفاع عن أمن وسيادة هذه البلاد، لكن لا أجد بأن الحريات المسؤولة بها قيود، علما بأننا على قناعة تامة بأنه إذا أكل حرية قيد وإذا أكل قيد حرية. شكرا جزيلا لك الدكتور ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني، كان معنا مباشرة من الخرطوم.